السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله النهاردة هنحل نماذج امتحانات مراجعة على المنهج، شاملة المنهج كله. نبتدي بالنموذج الأول من الكتاب المدرسي. نبتدي بالسؤال الأول، الخريطة. أمامك خريطة صماء للوطن العربي، ادرسها جيدا ثم اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. رقم 1 مضيق، هتبقى باب المندب. رقم 2 جبال البحر الأحمر. رقم 3 هضبة نجد. 4 هي مش معانا. 5 نهر النيل. السؤال اللي بعد كده بيقول لي، ما النتائج المترتبة على الأهمية الاستراتيجية العسكرية للوطن العربي؟ احنا عارفين ان الأهمية الاستراتيجية اللي هي الأهمية وقت الحروب والأزمات والسلم. طيب ايه هي بقى النتائج لو احنا عارفين ان الوطن العربي ليه اهميه اقتصاديه واستراتيجيه كبرى؟ ايه اللي ترتب على الاهميه دي؟ ترتب عليها ان تحكم الوطن العربي في طرق التجاره العالميه، وبالتالي الوطن العربي تعرض للاستعمار الاوروبي الذي سعى الى نهب خيراته وقام بتقسيمه الى دول مختلفه المساحه وعدد السكان. السؤال الثاني، ما النتائج المترتبه على العلاقه غير المتوازنه بين عدد سكان الوطن العربي والموارد المتاحه؟ ترتب عليه ظهور المشكله السكانيه وظهور دول العجز السكاني اللي هي عدد سكان فيها قليل والموارد كثيره، ودول فائض سكاني اللي بيكون في عدد السكان كبير والموارد قليله. خلاص، بما تفسر تقسيم الدول العربية إلى دول مختلفة المساحة؟ هقول بسبب الاستعمار الأوروبي الذي سعى إلى نهب خيرات الوطن العربي. رقم 2، بما تفسر ارتفاع درجة الحرارة على الأطراف الجنوبية للوطن العربي طوال العام؟ هقول بسبب وقوع جنوب الوطن العربي في الإقليم المداري، أما الأطراف الجنوبية فتقع بالقرب من دائرة الاستواء. رقم 3، أهمية الأودية الجافة في الوطن العربي، بما تفسر أهمية الأودية الجافة في الوطن العربي؟ فأنا بقول إن أهمية الأودية الجافة إن بتستخدم كطرق المواصلات واستخرج منها المياه الجوفية. اكتب المصطلح الذي تعبر عنه العبارات التالية، حصر شامل للسكان من حيث العدد والنوع والتعليم ومكان الإقامة والحالة الاجتماعية، فطالما حصر يبقى ده تعريف تعداد السكان. أرض مستوية أو شبه مستوية كونها النهر عن طريق ترسيب المواد العالقة اللي هو الطمي بمياهه على جانبي النهر وقرب المصب. قرب المصب بتكون أرض دلتاوية، خلاص، وعلى جانبي النهر اللي هي السهل الفيضي زي الوادي عندنا في مصر، وقرب المصب زي الدلتا، فده بنسميه السهل الفيضي. السؤال الثالث، لقد وهب الله وطننا العربي أشكالا مختلفة من مظاهر السطح ساهمت في تحقيق الوحدة بين أبنائه. في ضوء هذه العبارة وضح أوجه الشبه والاختلاف بين جبال الشام وجبال البحر الأحمر. لما نيجي نحل سؤال زي ده يفضل أن نعمل جدول. جدول لما أجي أكتب الشبه فبيكون مفتوح بين جبال الشام وجبال البحر الأحمر، لما باجي أكتب عن الاختلاف فبعمل خط بين الاتنين في الجدول. لما اجي اتكلم عن جبال الشام وجبال البحر الاحمر بقول ان الشبه بين الاثنين ان هما جبال انكساريه. الشبه كمان بين الاثنين ان هما بيمتدوا على سواحل البحار. اما الاختلاف ان جبال الشام بتمتد على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، خلاص، وتوجد في الجناح الاسيوي فقط، اما جبال البحر الاحمر بتمتد على جانبي البحر الاحمر في الجناح الاسيوي والجناح الافريقي. السؤال اللي بعد كده، أثر عامل القرب أو البعد عن المسطحات المائية في مناخ الوطن العربي؟ إحنا قلنا الأماكن القريبة من المسطحات المائية سواء كانت بحر أو محيط بتختلف في مناخها عن الأماكن الداخلية أو القارية أو الأماكن البعيدة عن المسطحات المائية. فأنا بقول إن الأماكن القريبة بتتميز باعتدال المناخ بشكل عام، خلاص، اعتدال المناخ بشكل عام، أما المناطق البعيدة أو القارية أو الداخلية أيا كان فبقول إن هي بتتميز بارتفاع شديد في درجة الحرارة في فصل الصيف وخاصة بالنهار، وانخفاض للحرارة في فصل الشتاء وخاصة في الليل. ودي من العوامل زي ما احنا عارفين العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي. السؤال الثالث، العلاقة بين السهول الفيضية والكثافة السكانية بالوطن العربي. احنا عارفين ان السهول الفيضية في علاقة بينها وبين الكثافة السكانية. ازاي يعني؟ السهول الفيضية بتكون اراضي خصبة صالحة للزراعة،
خلاص مناخها بيكون معتدل، المياه فيها بتكون عذبة، فده بترتبط بالكثافة السكانية إن السكان بيتركزوا فيها. السؤال اللي بعد كده، فنيجي بس نقول الإجابة دي تاني، العلاقة بين السهول الفيضية والكثافة السكانية، هقول بيتركز السكان في مناطق السهول الفيضية حيث خصوبة التربة وقيام الزراعة واعتدال المناخ فبينتشر فيها السكان. السؤال اللي بعد كده، نسبة ونمط المعيشة لكل من الريفيون وسكان الحضر. احنا عارفين ان انماط سكان الوطن العربي بتختلف، وفي 3 انماط اساسيين لشكل السكان، فانا عندي البدو الرحل، وعندي الريفيون، وعندي الحضر. اللي هو دلوقتي طالب بيسألني عن الريفيون والحضر، بيقول لي ايه نسبة ونمط المعيشة. لما اجي اتكلم ده لو انا الافضل ان انا اعمل برضو الاجابة هنا في جدول، واعمل وجه للمقارنة، وابدأ بالنسبة زي ما هو طالب مني في السؤال، ابدأ اجابتي بترتيب السؤال. هو بيقول لي نسبة الريفيون 45%، اما نسبة الحضر 55%. نمط معيشة الريفيون، الريفيون بيعيشون في القرى، بيعملوا بالزراعة وتربية الحيوانات وما يرتبط بها من أعمال بأعمال الزراعة. أما سكان الحضر بيعملوا في الصناعة والتجارة والخدمات زي الصحة والتعليم. نكمل بعد كده تاريخ، جزء الخاص بالتاريخ. بيقول اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. من أشهر شعراء العرب النابغة الذبياني، فطبعا العبارة صح، وكمان من أشهر الأسواق سوق عكاظ وزين مجاز. عندما ازداد إيذاء قريش للمسلمين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة إلى الشام. عندما ازداد إيذاء قريش للمسلمين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة إلى الشام. العبارة طبعا هتكون إيه؟ الرسول أمر المسلمين بالهجرة فين؟ ها؟ العبارة هتبقى خطأ، وطبعا هتبقى مش الشام، هتبقى إلى الحبشة، لأن بها الملك النجاشي، ملك عادل لا يظلم عنده أحد وأرضه أرض صدق. السؤال الثالث، عرفت المعارك التي خاضها المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين باسم سرية. طيب احنا قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وجه حملات، نوعين من الحملات، سرايا والغزوات. ولما جينا نتكلم عن تعريف السرايا قلنا ان هي حملات اعدها الرسول ولم يحضرها، وكان الغرض منها اضعاف قوة قريش الاقتصادية ليكفوا اذاهم وتحريض اليهود عليهم. أما بالنسبة للغزوات فقلنا إن هي حملات جهزها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت بقيادة الرسول، وكانت لحماية الدين والدفاع عن نشر مبادئه. طيب السؤال بقى هنا بيقول لي إيه؟ عرفت المعارك التي خاضها المسلمون بقيادة الرسول ضد المشركين باسم سرية، تبقى العبارة غلط، وهشيل سرية وأحط مكانها الغزوات. السؤال الرابع، اختار علي بن أبي طالب رضي الله عنه مدينة البصرة لتكون مقرا للخلافة. احنا عارفين ان كان من اول اعمال علي بن أبي طالب عندما رضي الله عنه عندما تولى الخلافة نقل الخلافة من المدينة الى الكوفة، من المدينة الى الكوفة. طب السؤال هنا بيقول ايه؟ اختار علي بن أبي طالب رضي الله عنه مدينة البصرة لتكون مقرا للخلافة. طبعا العبارة غلط، فهنحذف البصرة ونخلي مكانها الكوفة. وطبعا احنا عارفين ان اختارها لان هي كانت الانسب في الانتقال منها بين ارجاء الخلافة الإسلامية اسهل من المدينة. السؤال الخامس، نجح ابو بكر الصديق في فتح أرمينية عام 25 هجرية. احنا عارفين ان الفتوحات في عهد ابو بكر الصديق كانت الى العراق والى بلاد الشام، انما أرمينية فهي ابعد، وأرمينية ما كانتش في عهد ابو بكر الصديق، فكانت في عهد عثمان بن عفان، وكلف معاوية بن ابي سفيان بفتحها، والشام الذي قام بارسال الحبيب بن مسيلمة، يعني بعيدة تماما. تاني، نجح ابو بكر، العبارة غلط، فانا هحذف ابو بكر وخليها عثمان بن عفان. وطبعا زي ما قلت عثمان بن عفان امر معاوية بن ابي سفيان، وقام معاوية بن ابي سفيان بارسال الحبيب بن مسيلمة. السؤال اللي بعد كده، ماذا يحدث اذا أطاع الرماة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ إحنا عارفين إن الرماة خالفوا أوامر الرسول وقاموا بالنزول من أماكنهم لجمع الغنائم، وده كان سبب في هزيمتهم.
تحول نصرهم إلى هزيمة في غزوة أحد. طيب ودلوقتي بيسأل أطاع الرماة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ماذا يحدث إذا أطاع الرماة أوامر الرسول؟ هقول لا، انتصر المسلمين في غزوة أحد ولم يستطع خالد بن الوليد الالتفاف حولهم والانتصار عليهم. بس السؤال اللي بعد كده، فشل المسلمون في بناء أسطول بحري حربي. نعكسها، احنا بنقول لما المسلمون عملوا الأسطول ده ترتب عليه ايه؟ مش احنا قلنا ان كده حماية سواحل الدولة الإسلامية من هجمات الروم، وبكده طبعا احنا عارفين الأسطول اتعمل في عهد عثمان ابن عفان وكان أول أسطول بحري، وقلنا ان لما اتعمل الأسطول بكده اتأمنت حدود البلاد أو الدولة الإسلامية بريا وبحريا. طيب هو بيقول لي ماذا يحدث إذا فشل المسلمون في بناء أسطول بحري؟ ايه اللي هيحصل؟ هنقول لتعرضت البلاد باستمرار لغارات الروم ولم يستطع المسلمين حماية سواحل الدولة الإسلامية. اعكس على طول. السؤال اللي بعد كده، السؤال الخامس، اذكر سببا واحدا لكل عبارة مما يلي. السؤال الأول، معارضة قريش للدعوة الإسلامية. لما يجي لي سؤال زي ده في الامتحان اذكر سببا واحدا، ما تلتزمش بكلمة سبب واحد، اكتب كل حاجة عندك، ده يكون أفضل. المهم اذكر سببا واحدا لكل عبارة مما يلي، معارضة قريش للدعوة الإسلامية. طبعا احنا كنا عارفين ان قريش وخاصة عم الرسول ابو لهب، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من اول المعارضين للدعوة الإسلامية. طب هم كانوا معارضينها ليه؟ لاعتقادهم انها تهدد مكانتهم بين القبائل، قريش كانت خايفة على مكانتها بين القبائل. تاني حاجة، ان هذا الدين يخالف دين ابائها واجدادها. السؤال التاني، هجرة اذكر سببا واحدا لهجرة المسلمين إلى الحبشة. طبعا الأسباب هي شدة إيذاء قريش للمسلمين. خلاص، وهاجروا إلى الحبشة لأن ملكها النجاشي ملك عادل لا يظلم عنده أحد وأرضه أرض صدق. السؤال الثالث، اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة. اجتمع الأنصار، إيه سبب اجتماع الأنصار؟ اجتماع الأنصار لاختيار من يتولى شؤون المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمفروض زي ما احنا عارفين ان هم المهاجرين لما عرفوا باجتماع الأنصار لحقوا بهم واتفقوا في جو من الود على ان تكون الخلافة في واحد من المهاجرين، في واحد من المهاجرين. نيجي بعد كده بنقول مقتل عثمان ابن عفان. سبب مقتل عثمان بن عفان، هقول كان سبب مقتله الفتنة التي تزعمها عبد الله ابن سبأ، وقاموا بتوجيه الاتهامات لعثمان بن عفان وطلبوا منه أن يتنازل عن الخلافة، فرفض عثمان بن عفان فتسللوا إلى بيته وقتلوه وهو يرتل القرآن الكريم. السؤال اللي بعد كده، لمن تنسب الأعمال؟ نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة ليخدع المشركين. فطبعا مين ده؟ مين اللي كلفه الرسول بأن ينام في فراشه ويقوم برد الأمانات؟ مين اللي أول من أسلم من الصبية؟ مين اللي أعلن الرسول يوم خيبر أنه سيسلم الراية لواحد يحبه الله ورسوله؟ كان مين؟ كان علي بن أبي طالب وآخر الخلفاء الراشدين. تمام. السؤال الثاني، أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، هيكون مين؟ سلمان الفارسي. السؤال اللي بعد كده، بعد ازدياد حركة الفتوحات الإسلامية أمر الخليفة عمر بن الخطاب قادة الفتح الإسلامي بإنشاء مدن جديدة في البلاد الإسلامية التي فتحوها. في ضوء هذه العبارة وضح أمثلة لتلك المدن التي تم بناؤها. احنا عارفين ان عمر بن الخطاب كان من اهم، رضي الله عنه، من اهم اعماله ان هو انشأ الدواوين، ان هو انشأ التقويم الهجري، بعد كده انشأ المدن والفتوحات الإسلامية. فلما جينا اتكلمنا عن انشاء المدن كنا المفروض ان احنا عارفين او مذاكرين ان عمر بن الخطاب كان بيأمر قادة الفتح الاسلامي بان هم يعملوا ايه؟ اي بلاد يفتحوها ينشئوا مدن فيها عشان يتجمع فيها المسلمين وجيوشهم. فعمر بن الخطاب امر بكده فعلا وقاموا ببناء الفسطاط في مصر والكوفة والبصرة في العراق. يبقى لما يقول لي أمثلة لتلك المدن التي تم بناؤها فأنا هقول الكوفة والبصرة بالعراق والفسطاط في مصر. السؤال الثاني،
أهمية معركة نهاوند عام 21 هجرية. إحنا عارفين إن معركة نهاوند كانت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، كانت بقيادة النعمان بن منذر، وبقول إن اكتسبت هذه المعركة أهمية كبرى وعرفت باسم فتح الفتوح. طيب، فبقول طيب كل ده ليه بقى؟ هقول لأن انتهت بعد هذه المعركة دولة الفرس. يبقى لما يجي يقول لي أهمية معركة نهاوند هقول حيث بهذه المعركة انتهت دولة الفرس وعرفت باسم فتح الفتوح. السؤال اللي بعد كده، تردد عمر بن الخطاب في فتح مصر. احنا عارفين ان اللي عرض على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح مصر كان عمرو بن العاص، وقال له انك ان فتحتها كانت فتحا مبينا للمسلمين، خلاص، وكانت قوة وعون وفيها حماية لفتوحات بلاد الشام. تردد في البداية عمر بن الخطاب. ايه السبب في ده؟ ليه تردد عمر بن الخطاب في بداية الأمر؟ تردد بسبب انشغال جيش المسلمين في حروبهم مع الفرس والروم. تمام؟ طيب، السؤال اللي بعد كده، رتب الأحداث التاريخية التالية من القديم إلى الحديث، من الأقدم إلى الأحدث. تعالوا نقرأ الأحداث كده مع بعض. هو كاتب لي رحلة الإسراء والمعراج، معركة ذات الصواري، فتح بيت المقدس، وموقعة أجنادين. إحنا هنحذف موقعة أجنادين وهنرتب الثلاث أحداث إلى أولهم. لما أجي أتكلم عن رحلة الإسراء والمعراج فكانت دي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما معركة ذات الصواري فكانت في عهد عثمان بن عفان، أما فتح بيت المقدس فكانت في عهد عمر بن الخطاب. بقى الترتيب كده واضح. فهنبدأ برحلة الإسراء والمعراج، وبعد كده فتح بيت المقدس، وبعد كده معركة ذات الصواري. عشان يتحسب عليكم.